السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الخوت الميمات الخوت الخواتات؟ الجمعه مباركه عليكم. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه مجربه وفعاله الحمد لله. الناس الكبار الميمات الاباء الدراري اللي كي عندهم الخدمه طويله وكيوقفوا بزاف، البنات اي واحد كيدير رجليه وركابي ديالو، هذه هي الوصفه اللي غادي نديرو اليوم. هذه الوصفه كتكون واحد المكون اساسي، هذا المكون الاساسي كاين في السوق وبلا فلوس وفابور، وغادي نقول لك عند من تمشي وتجيبي. هذا المكون الاساسي هو هذا البنات، كما كتشوفوا ها هو باقي مسدود. يلا جبتو، سالت لي الكيس الاول، جبت هذا الكيس الثاني. نقول لكم منين عجيبو، هذا هو المكون الاساسي في هاد الوصفه للرجلين، جربيها وما غاديش تندمي. وعندنا هنايا البنات الملحه اللي كنطيبوا بها كما كتشوفوا، هذه الملحه ديال الطياب. وعندنا هذه الملحه الحيه، الملحه الحيه اللي هي الملحه ديال الصخر، الملحه الخشنه يعني كما كنقولوا. وعندنا هنايا سكنجبير كما كتشوفوا البنات، وعندنا هنايا القرنفل مخلط بشويه ديال الورد، القرنفل مخلط بشويه ديال الورد وسكنجبير والملحه الحيه والملحه ديال الطياب. الملحه الحيه هي هذه اللي كتكون حجره كما كتشوفوا، وكتكون مطحونه، ها هي هذه مطحونه. انا وريتكم الملحه الحيه اللي هي ملحه ديال الصخر. وعندنا المكون الرابع هو هذا البنات، هذا المكون كما كتشوفوا، هذا غتمشي لعند هذاك المحل اللي كيطحن الزيوت، اللي كيطحن الزيوت وكيبقى هاد الاعشاب كتبقى. كاين الناس اللي كيديروها لشعرهم، غادي ندير لكم وصفه حتى هي ديال الشعر بهاد البقايا ديال الاعشاب اللي كتستخرج منهم الزيوت. وغادي يعطيكم بلا ريال بلا جوج، قولي لي عطيني شويه راه غادي يعمرك حتى جوج بلاستيكات. هذا عند الناس المحلات اللي عندهم الماكينات ديال الزيوت ديال الشعر، اللي هي الزنجلان، اللي هي القرنفل، اللي هي حبه السوداء، كلشي هذا اللي كيبقى ملي كطحني الزيوت. تقولي عطيها ليا راه غادي يعطيها لك فابور. تبع معايا البنات حتى الاخر، غنجيبو واحد السطيل، سطل اللي غادي تغسلي فيه رجليك طبعا، اللي عديري فيه هاد الدواء اللي هو ديال الناس اللي كيعانيو من الم في الركب والم في الرجلين. غنجيبو سطيل، انا جبت هذا غير صغير باش يبان لكم، اما من بعد راه نحولو في السطل باش ندير فيه رجيلاتي. المكون الاول البنات غادي نحطو عليه معلقه صغيره ديال الملحه باش كنطيبو الملحه، باش كنطيبو، معرفش كيبان لكم ولا لا، نديرو هكا نشوفو. هذه معلقه صغيره ديال الملحه ديال الطياب، عين معلقه صغيره صافي، ومعلقه صغيره ديال الملحه الحيه اللي هي ملح الصخر كما شفتوا البنات، معلقه صغيره ديال الملحه الحيه ومعلقه صغيره ديال الملحه اللي كنطيبوا بها. وعندي نزيدوا عليه معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال سكنجبير، ونزيدوا عليه الى عندكم القرنفل المطحون ديروا معلقه صغيره، ما عندكمش ديروا القرنفل يعني حبوب
ها هو كلكم كتعرفوا القرنفل الحبوب هو هذا. انا كنخلط مع الورد، عندي رتا دوك الوريدات، مي هو القرنفل كافي، معلقه صغيره. ها هو، وغادي ناخذوا البنات هذاك الاعشاب اللي قلت لكم اللي هي هذه، غادي نحيلها قدامكم. هي وغادي ناخذ جوج حفنات، جوج حفنات كبار بحال هكا، جوج حفنات كبار البنات بحال هكا، وغادي ترميه في هذاك السطل اللي فيه معلقه صغيره ديال الملح ديال الطعام اللي كنطيبوا به، والملحه الحيه معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه صغيره ديال القرنفل المطحون، اولا ما عندكمش ديروا حبيبات ديال القرنفل وتزيدي عليه الحفنه الاولى، عزيدي عليه على الله عليك الحفنات يكونوا كبار، معليش دي صغار. ما غادي نحاول هيا حفنه الثانيه كافيه، انا غادي نزيد هذا لانه الحفنه الثانيه ما عمرتهاش، يعني جوج حفنات ديال هذوك المستخلصات اولا اللي كتبقى، الاعشاب اللي كتبقى ديال الزيوت اللي كطحن اللي كنديروها لشعرنا. وغادي نزيدو عليه، انتما كتشوفوا البنات، غادي نزيدو عليه الماء يكون طايب، انتما كتشوفوا نزيدو عليه الماء طايب. هو انتم البنات هذا هو الماء اللي درت لكم، هو خارج منه البخار كما كتشوفوا، هو هذا، وغنخليوه حتى يدفى، وغنخليوه حتى يدفى يولي دافي، ومن بعد البنات غادي نغطسو فيه رجلينا. طبعا البنات نتوما يديروه، وبالنسبه للميمات حتى همايا اي واحد كيدير رجليه يديروه في السطل، في السطل باش يوسعكم اللي ديروا رجيلاتكم. غادي يكون البنات نوريكم، غادي يكون خاتر هوايا، غادي يكون البنات بحال هكا، غادي يكون خاتر انتم عاد تشوفوا، شتي بهذوك الاعشاب عاد ديري، عاد ديري جوج حفنات، غتمشي عند اللي كيدير الزيوت تقولي ليه عطيه ليا، راه يعطيه لك فابور، قولي داك الشيء اللي كيبقى ديال اللي كطحن الزيوت ديال الاعشاب، وراه غادي يعطيه لك. هانت يا البنات كاع يكون هو هذا، وغادي انا تخليه حتى يدفى، وملي يدفى تحطي فيه رجليك، طبعا رجلاتك يكونوا مغسولين مزيان وكلشي، تحطيهم تيتكمدوهم غير في هذا الخليط اللي وريتك، في هذا الخليط، هذا الخليط هو اللي غادي يكمد لكم رجلاتكم وركيباتكم. وهذا هو الفيديو كان ديالنا اليوم، الناس اللي كيعانيو من الوجع في الرجلين والوجع في الاقدام والركب وكل شيء، راه غادي يريحكم ديروه على الاقليه جوج مرات في السيمانه، راه زوين وسهل وما ماشي مكلف، كل شيء كاين في الدار، الملحه سكنجبير، ملحه حيه، القرنفل، كل شيء هادشي ديروا منه معلقه صغيره، القرنفل طبعا يكون مطحون لما كان ديروا حبيبات، كل شيء معلقه صغيره
وبالنسبه لهذاك العشوب اللي وريتكم البنات اللي هو هذا البنات، هذا ديروا منه جوج حفنات يكونوا كبار. وهذا هو الفيديو ديالنا كان اليوم، جمعه مباركه والسلام عليكم والشفاء لكل واحد مريض، الله يشفينا ويعافي الجميع يا رب العالمين.